ليا صلاحيات ما اقدرش اتجاوزها. انا عايز اخرج من هنا. القبض على شقيق السيد وسوقي مخموره. والله العظيم ما في حاجه من دي. قضيه دعاره. المشكله دي كلها حلها في ايدك انت. يا انت يا حد من حبايبك. عايز نهدى يا مان. ونقطع تتحبس وامي هتموت. طب بذمتك ودينك مش ضربه معلم. الموضوع ده لازم يتاخد بالهداوه وبالحكمه. عايز افضل جنب الفلوس. هي دي وش كسوف؟ دي لازقه بغيرها. وراك وراك في كل حته. اخته موتت واحد بالعربيه؟ انا اللي عارفه انه كل كبيره متغيره. لسه لما ياخد القلم التاني على صداقه النهارده. ايه هو مين ده مطلوب؟ هو في غيره وكلم البنك بتاعك اخلص. انت هتموتي نفسك عشان خاطر مين يا انت؟ استنى. الو اهند، بقول لك عايزك تساليلي على هند. هكلمك تاني. الو. اكيد نفسك تعرف مراتك اختفت راحت فين. مين معايا؟ انت ما تسالش، تسمع وبس. طمن، مراتك في لندن. عوزها تبقى تنفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد، ولو حد عرف اي حاجه عن المكالمه دي هيبقى اخر يوم في عمرها وعمر ابنك اللي في بطنها. تليفونك متراقب وانت متراقب. ايوه انتوا مين وعايزين ايه؟ أجلنا لندن نتفاهم، متقلقش، كل حاجة معمول حسابها. هتروح المطار الصبح هتلاقيها متساوي في مكتب الطيران باسمك. سيف عبد الرحمن الدسوقي. الحقني يا سيف! الحقني يا سيف هيموتوني! يا سيف الحقني! الحقني يا سيف! توصل لندن ونكلمك، ما تخافش، نعرف نوصل. هتروح على البنك اللي فيه حسابك هناك، حسابي لو محدش يعرف عنه حاجة. هتسحب الثلاثة مليون استرليني اللي موجودين في حسابك. استنانا في أوتيل تشرشل، هتلاقي سويت محجوز باسمك. استنى مننا اتصال، وياك تفكر انك تخالف التعليمات لو عايز تشوف مراتك تاني. رياض انت فين؟ انت ايه اللي صحاكي بس؟ احنا مش قلنا لازم ترتاحي؟ انت خارج ولا ايه؟ الموكب واقف بره ولازم اروح على الوزاره حالا. هتسيبني لوحدي هنا؟ لا ما تخافيش، انت هنا امان الامان. في حراسه واقفه بره، اسود، محدش يقدر يعتب هنا، وبعدين محدش يعرف ان انت هنا اصلا. هو مفيش اي اخبار من لندن ولا ايه؟ لا لسه مفيش، بس ما تقلقيش، اللي اتفقنا عليه هيحصل. ما اعرفش انا ليه خايفه. عليه؟ اكيد عليا وعليك. لا ما تخافيش، اللي انا مكلفهم دول ناس بروفيشنال، مش ممكن هيغلطوا. انا مش عايزك تقلقي للدرجه دي، اهدي شويه. كل اللي مطلوب منك انك تستريحي عشان لما ارجع بالليل عايزين نعوض اللي سقط ده. لازم.
لقينا من الافضل ان تكون مقابلتنا في الشارع بعيد عن الاوتيل. هتروح على كابينة التليفون في ادوارد رود، تخش فيها واستنى مني التليفون. شكلك متراقب، هنغير الخطة. لا، أنا متأكد إني مش متراقب. أنا عايز أسمع صوت مريم. عايز أسمع صوت مريم. لو مراتي وابني حصل لهم حاجة، هوديكوا في داهية. نفذ التعليمات. إحنا دلوقتي هنتأكد إن أنت متراقب ولا لأ. إحنا متابعينك. هتطلع تركب الباص طول. الناس دي بتعمل هنا ايه يا انس؟ مش في قرار بسحب التراخيص وقفل الشركات دي؟ ولا احنا في بلد القانون فيها ما بيتطبقش؟ امال احنا جايبين شبابنا معانا ليه يا ريس؟ ما هو علشان القانون يتطبق. اهلا وسهلا، ده ايه النور ده؟ الباشمهندس جاي بنفسه كمان، انا ما كنتش فاكر ان الاستجابه هتكون بالسرعه دي. استجابه ايه يا اخ انت؟ ماهر دياب المحامي. اهلا بيك. عارفك وعارف تاريخك الاسود. الله 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 الله. طب ليه الوش ده؟ فراس خرج الاشكال دي كلها، مش عاوز ولا واحد هنا. يعني ايه بقى الكلام ده ان شاء الله؟ عاوز تعرف يعني ايه؟ يا ريت. ابي تعالي لي وانا اقول لك. ايه اللي الادب بتاعتك دي؟ الله ايه اللي بيحصل بقى يا باشمهندس؟ لا ما وصلتش كده. عاوز تعرف ايه اللي بيحصل ولا اقول كمان؟ فرانس شوف شغله. تكبير. لا اللي بيحصل ده مش قانون يا باشمهندس. انا مش هسكت، مش هسكت. يا شباب ما تسكتش يا حبيبي. بعبع قول كل اللي انت عاوز تقوله. الاعلام المضلل مستنيك، افتح صدرك وقول. والنائب العام مستنيني بره. سلم لي عليه. وتنزل بعد محطتين. هتلاقي كوبري، اطلعوا وهتعدي الناحية التانية. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله. الفخفاخة دي كلها يا اخويا. ده هو ده مكتب الوزير بتاعنا. الوزير بتاعكم ده حسابه تقيل معايا قوي. يا صلاة النبي، ايه السفه ده؟ ايوه ما كله بفلوسنا. الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى. البلد كانت عايشه وعايمه في الفساد يا ريس. ما تقلقش، بعون الله هننضفها. انت الوحيده اللي تقدري تعرفي لي عزه ماله وقالب عليا ليه. ايوه بس انا ما اعرفوش ولا قابلته في عمري. ايوه بس تعرفي دراعه اليمين وبتشوفيه كل يوم وتقدري تفهمي لي منه ايه الحكايه. وانت ما سالتوش ليه؟ سالته وما جاوبنيش. قلت اكيد هلاقي عندك انت الاجابه، واكيد مش هتبخلي عليا. احنا برضو في بينا عيش وملح وسرير. هو قضايا كمان ولا نسيت؟ لا طبعا ما نسيتش، بس ما حدش كان قالك تهلفطي بالكلام وتسجليلي وتصوريني في بيتي. بعدين ما انا خرجتك منها زي الفل. ولا انت عندك شك ان انا اللي خرجتك منها وان انا سبب سعدك وهناكي والعز اللي انت فيه ده كله؟ هو انت قابلتي الحاج انس فين؟ مش عندي في البيت برضه؟ انت مش خايف ان انا اقوله انك جيت هنا من وراه؟
ما تقدريش، لانك مش عارفه ان قلبتي سم. يعني لو رحتي له وقلتي له ان انا جيت لك واتكلمت معاكي هعرف، والمحل ده هيولع بيكي. قضاء وقدر. لو على ايه بقى؟ انا بقول خلينا اصحاب احسن. ايوه كده، خلينا اصحاب احسن. تخلصي لي الموضوع ده بسرعه وتكلميني على النمره دي. النمره دي برايفت، مش متراقبه، مش هنختلف على التمن. وانا اصلي عارفك بنديره وبتعد. هتروح عند بيك بن، هتلاقي واحد مستنيك هناك، هتديله الفلوس وهو هيسلمها لمراتك. طلبني امبارح وجاله ويتنج على التليفون وهو ما بيردش عليا. كلمي مريم. ما هو احنا لازم نوصل له باي شكل، لازم يعرف ايه اللي بيحصل عشان نشوف هنقدر نعمل ايه. طب ممكن تكلمها انت؟ طبعا ممكن. خلاص، دي ما بقتش دوله قانون، دي بقت دوله بلطجه. القضاة مش عارفين يدخلوا المحاكم، والظباط مش عارفين يدخلوا الاقسام، والباشمهندس بيعمل اللي هو عايزه، طايح بيحتل المكان اللي يعجبه، متنجي المقفول طبعا، عايشين في العسل ومش دريانين باللي بيحصل. على فين يا ماهر بيه؟ ما هو انا لازم اتصرف. الوضع ده لو استمر اكتر من 24 ساعه هيبقى امر واقع، وساعتها مش هنعرف نطلعهم ولا بالطبل البلدي. في صحة أحلى خبر هنسمعه الليلة دي. اتفضل يا قمر. بعد أقل من نص ساعة الموبايل ده هيرن، وأنا وإنتي هنسمع الخبر اللي إحنا مستنيينه. إيه؟ إنتي خايفة عليه ولا إيه؟ هو كان من بقية أهلي. تحيلا جوزي. ده ايه العكننه دي؟ هو الواحد ما يعرفش يحتفل مع مرات صاحبه ولا ايه؟ انت مستني حد؟ ولا مستني حد ولا مستني سبت، وهم اصلا عندهم تعليمات ان انا مش موجود. ثواني وهرجع لك. مش على بعضك كأنك شفت عفريت. لا عفريت ايه، ما تظلميش العفاريت، انا على بعضي اهو زي الفل. هما دخلوك ازاي؟ ايه اللي دخلوك ازاي دي؟ انت قايلهم يمنعوني ولا ايه؟ لا يمنعوكي، لا ما يمنعوكيش طبعا، انا بس قصدي يعني. قصدك ايه يا معلم؟ قول انك شقط واحده وزنقها فوق وعيش حياتك بسيطه يعني. شقط ايه وزنق ايه يا وليه؟ احترمي نفسك بقى، بلاش الجمل دي. الحكايه كلها ان عندي حد من السكرتاريه بتاعه الوزاره وقاعدين نراجع شويه اوراق مع بعض. بتراجعوا اوراق مع بعض بالربع اللحم ومشغل له فيلم ايه، زوجاتي والكلب. يا ولية احترمي نفسك ولمي لسانك بقى، بلاش قله ادب. مش مرتاحه لك، مقابلتك مش مريحاني. شكلك يا رياض بتلعب بديلك من ورايا، ولو تاكدت انك بتلعب بديلك من ورايا هقطعهولك. يا ولية يا ولية بطلي سفلتك دي، يخرب بيت سفلتك. أنا جاي عشان أفكرك بحاجة مهمة أنا متأكدة إنك ناسيها. My birthday after tomorrow، أوعى تنسى.
ده حته عيد ميلاد بقى هعمله شبه حفلات زمان. فاكر حفلات زمان؟ حاجه برايفت، لا كاميرات ولا جواسيس، وفي شويه قزز بقى من اللي قلبك يحبهم، وفي ناس جامده قوي هتموت وتفتح سكه معاك، يعني مصلحه يا معلم، حاجه سو برايفت. ان شاء الله هبقى موجود جاي طبعا اكيد يعني. اوعى تنسى، هستناك. وهات البت الاوبشن اللي معاك دي، بس هات لها طقم نظيف عشان الناس الموجودين هاي ليفل برضو. باي باي يا حبيبي، اللي رب خير من اللي اشترى. رياض انت كويس؟ كويس. ها الله يخرب بيت امي دي بقى، انا اللي جبته لنفسي. بعتلي لندن عشان تموتوني يا عزة طاهر. ونقتلك ليه؟ ونشيل ذنبك على الفاضي ليه؟ كفاية ان انت قاعد برا البلد وما تقدرش تنزل فيها. اما مين اللي عايز يقتلني؟ وفين مراتي؟ فين مراتي؟ اسمع يا اخي سيف، اسمع. اذا كنت بتكلمني وتجر معايا ناعم بعد ما عرفت اللي حصل في شركتك النهاردة، يعني عشان عاوز ترجع، اهلا وسهلا، انا موافق يا سيدي، بس بشروط. الشرط ده لا. اللي عايز يضحى ما يقولش ايه يا باشمهندس. يعني ايه اسيب لك مكتبي؟ بصراحه عجبني، شرح برح الله، هوا يهد الروح، ما فيهاش حاجه دي. ليه، هو انت ما عندكش مكتب؟ عندي، بس ولاد الابلسه بقى ما بيدخلونيش فيه. هو انت ما تعرفش حكايه المولوتوف اللي بترمي علينا واحنا قاعدين ولا ايه؟ ما انتوا اللي ابتديتوا. مش مهم بقى مين اللي ابتدى ومين اللي ابتداش، امضي امضي يا باشمهندس. البند ده لا. خلي بالك يا باشمهندس ان انت لحد دلوقتي تعتبر مش موجود في مصر. ليه بقى؟ لان الباسبور بتاعك مش مختوم، يعني مش موجود، يعني مالكش دي. ده تهديد ولا ايه؟ يا اخي خلي شويه عندك من الاحمر. الله، بقى انا بعد كايبه دخلتك مصر
وجبت لك العربيه بتاعتي خدتك من المطار لحد هنا مع اني عليك 200 قضيه. اللي بتعمله ده لو دراع زياده، كفايه الفلوس اللي هتاخدوها. هو احنا هنحطها في جيبنا لا سمح الله؟ دي فلوس هتخش خزينه الدوله باعتبارها ضرايب. الله، جري يا باشمهندس، هي البلد دي ملهاش حق عليك ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا اول واحد بيسدد ضرايبه كل سنه. ايوه، بس ممكن يكون في واحد محاسب شغال معاك كده مخبي مليار كم مليون في الجنب ده. اقول لك ايه؟ بلاش يا سيدي تعتبرها ضرايب، اعتبرها ثمن حريتك، ثمن رجوعك لبلدك ام الدنيا. الله، واحنا يا سيدي هنسيبك تشتغل بكل راحتك، واوعدك ان ما حدش هيتعرض لك ابدا. ماشي، بس انا ليا شرط، مراتي ترجع لي قبل ما تستلموا جنيه واحد. تاني هتقول حكايه مراتي دي؟ طب احلف لك على على ما فيش مصحف عندك هنا؟ عندك في الدرج. معلش ما لحقتش افتش كويس. صدقني انا ماليش شد خالص بالموضوع ده. اكيد طبعا الناس اللي هما خطفوها دول هيتصلوا بيك عشان يسوموك. اللي خطفوها كانوا عايزين يقتلوني، شنط الفلوس كانت قدامهم وسابوها ومشيوا. ما انا بصراحه الموضوع ده ما عنديش اي معلومه ممكن اقولها لك عشان تفيدك. انا عندي حاجه كده خاصه برياض، يعني مخبيها شويه، لكن اللي محيرني في الموضوع كله ازاي رياض ما يكلمكش وانت في دبي ويقولك ان انت ترجع. عارف بينكم بعض ايه؟ انا عارف طبعا ان هو كان شغال معاك وانت طردته يعني عشان هو حرامي. ما شاء الله، ما انت عارف ان هو حرامي اهو ووسخ كمان. بس ما فيهاش حاجه ان احنا نتعاون مع الاشكال دي، احنا بنتعاون مع الكفره والملحدين، فيها ايه يعني لما نتعاون مع واحد حرامي ووسخ؟ لا منطق برضه، ده انتوا ربنا هيكرمكم قوي. قولي بقى ايه السر اللي بينكم اللي مخلي الميه معكره قوي كده عشان اقول لك انا كمان ايه اللي انا كنت مخبيه؟ ولا اقول لك؟ هقول لك انا. في واحد شغال في المرور اتصل بيا وقال لي ان رياض طالب يخفي ملف العربيه. قلت له موافق، سهل هاله، رياض ده بتاعنا. الغريب في الموضوع ان بعديها بيومين بالظبط انت برضه رحت بتسال على ملف العربيه دي. سبحان الله، والله كان قلبي حاسس. طب هو انا يا باشمهندس يعني لو طلبت منك تجيب لي الملف ده تقدر؟ دي كلمه تقولها يا باشمهندس؟ من العين دي قبل العين دي. ما قلتليش بقى اول دفعه باذن الله هنستلمها امتى؟ ان شاء الله من العين دي والعين دي بكره. خلاص، يبقى تسلمني اول مليار بكره تستلم اختك ايه. استلم اختي ايه؟ يعني ايه استلم اختي ايه؟ هو انت ما تعرفش ان ايه محبوسه؟ اختنا؟ ما كانش ينفع نقول لك، ما كناش عايزين ننكد عليك وانت في عز فرحتك، وبعدين خوفنا انك لو عرفت انك خلاص بقى اللي حصل حصل، في ايه؟ وبعدين انا عرفت الموضوع انت، اوعدك بكره ان شاء الله هتبقي في البيت. ازاي وفي حب؟ ما تشغليش بالك، هما طلبوا من ماهر ان هو يقدم طعن وهيفرجوا عنك بقرار رئاسي، اتصرفوا بقى زي ما هم عايزين، اهم حاجه عندي اني تكوني خارجه من هنا بكره ان شاء الله. وانت عملت اللي هم عايزينه؟ اه طبعا، امال انا هكمل ازاي؟ ها ماهر، عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه، بس هي ماهر ما تخلص، ما طلع لهاش عمه في المنصوره. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.
على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزل قوم فهم غافلون. الحق القول على أكثرهم لا سيف حبيبي، خلي بالك على نفسك وبقى طمني، ما تخلينيش أقلق عليك، لازم أعرف أنت فين عشان خاطر أرجوك. حاضر والله هطمنك، ما تقلقيش كلها كام يوم كده إن شاء الله وهتلاقيني ناطط قدامك. ده لو لقيتني لسه عايشة. مفيش حد قريب جه شقه الدكتور رفعت؟ لا انت اخر واحد جيت هنا ومن ساعتها محدش جه تاني. انت مالك وشك مفتوح كده ليه؟ يا نهار اسود، كل ده يحصل وما تقوليش؟ اقول لك ايه بس يا هند؟ اقول لك ايه؟ بس انت برضو ما كانش ينفع تسيب البيت وتمشي. وانا شعرفني يعني انك حاطط الفلوس هنا؟ انا كنت فاكره يعني انك وديتها البلد زي ما ماما الله يرحمها طلبت منك. ده كان اتفاق بيني وبينها الله يرحمها عشان ما حدش يفكر ان الفلوس هنا. يا سلام، ولما هو سر يعني ايه اللي خلاك تقول الزفته دي؟ مش مراتي يا هند، مش مراتي، واللي في بطنها ده يبقى ابني. هي كمان حامل؟ طب ازاي تبقى حامل منك وتسرقك؟ عارفه لولا ان ماهر سال وما قالهاش عمه في المنصوره انا كنت شكيت، يكونوا خطفوها وهددوها وعرفوا منها مكان الفلوس. كانوا خدوا الفلوس ورجعوا هي واللي في بطنها.
بس على فكرة بقى، هي ما اتخطفتش لا أولاني ولا تاني، وممكن الجن ده كمان يكون موضوع الحمل ده كمان كدب. تتنصب عليك يا سيفي. وانت فاكراني حاسبها؟ دي لو جوه بطن حوت حاجبها. المشكلة دلوقتي في اتفاقك مع عزة. المشكلة في آية، مش هتهرج إلا لما ادفع لهم أول قسط. ده ماهر، معلش يا هندي وانا بفتح. ازيك يا هند؟ ازيك يا مهربان؟ سألت في المطار؟ ايوه سألت، وعرفت انها دخلت مصر في ميعاد الرحله اللي كانت جايه من دبي. يعني ما سافرتش لندن. حلو، حلو قوي. هو ايه ده اللي حلو؟ طالما هنا يبقى هجيب ابوها. ابوها؟ ابوها وامها سافروا امبارح كندا. ومال؟ بس هي ما سافرتش ولا عمرها هتسافر. اقول لك على حاجه، ولا عمرها هتركب طياره، ده لو ليها عمر. رجع؟ لسه الخبر واصلني حالا. يعني هو كويس وما جرالوش حاجه؟ هيجراله حاجه ازاي اذا كنت بقولك اتهبب ورجع؟ والبروفيشنال بتوعك دول راحوا فين؟ خلعوا بالعربون ولاد المتضايقه، وما بقوش يردوا عليا بعد ما هو خلع منهم. يبقى كده هيدور عليا. انت مالك قلقانه وخايفه كده ليه؟ خدي بالك انه استحاله يربط ان في اي حاجه بيني وبينك. انا وانتي لعبناها صح الصح. اهم حاجه بقى يا حياتي ان انتي خيالك ما يبانش، يعني الجنينه ما تعتبيهاش، باب الفيلا يفضل مقفول. كده كل اللي خططنا له باظ. ليه يا روحي؟ انا مش عايزك تتشائمي ولا حاجه، الفلوس وعندنا، كونك بقى تورثيه بعد ما هو يموت فده لسه في ايدينا. على بال انت ما تتجدعاني كده وتحملي في الواد اللي احنا لسه هنلزقهوله يكون بسلامته. لا لا لا، انا عايزك تطمني كده وتهدي، ده جالي لغايه عندي، يعني الموضوع هيبقى اسهل بكتير. ولو اني كنت اتمنى ان الحكايه تخلص في لندن، يعني زقه من الشباك وخلاص، لكن هو طول عمره محظوظ، مكتوب له يجي هنا عشان يدفن جنب امه. هصدق انا بقى كل الكلام الفارغ اللي انت جاي تقوله ده، باعتبار ان انا الفيل بتاعي مربوط على باب المكتب، وقفايا ده مخطوب واكل تطوره، مالناش حاسس بحاجه. هو انا رايح اشتكي لك؟ ما قدامناش حل تاني. خلاص كيستني انت بالكلمتين وبالصوت العالي ده، وما انا صدقت. لو ما عملناش كده الفلوس هتضيع مننا احنا الاثنين. يا باشمهندس افهم، انا مش طالب منك غير امر منعها من السفر والداخليه تدور عليها. وبعدين؟ وبعدين بقى دي بتاعتي انا هعرف اتصرف.